مرحبا فيكم من جديد. هذا التسجيل قصير لحتى يعني نتابع التطورات اللي صارت بلبنان اليوم. عموما لازم نحكي هالسطرين انه لبنان نعرف انه موزع هو على زعامات سياسية، طبعا همة تحافظ على نفوذها ومصالحها بالدرجة الأولى، هذا لا شك فيه من جميع الأطراف. كان الحل بعد كل شيء صار بلبنان المعروف، الحرب الأهلية وكل شيء عانوه أهل لبنان، انه تشترك كل القوى السياسية في بناء الدولة وتتحول هالزعامات إلى عائلات سياسية. موجود يعني هذا النموذج بكثير من بلدان العالم، ولكن الذي حصل أنه تدخلت إيران في الموضوع من خلال حزب الله، تأسيس حزب الله وتكبير هذا الحزب بحجة محاربة إسرائيل. تضخم الحزب كثيرا ودخل بالحياة السياسية، وباختصار يعني أصبح هو ورم كبير داخل جسم الدولة، أضعف هذه الدولة إلى حد أنه اليوم ما عادت موجودة. يعني في عملية تعطيل، يعني هذا الواقع الحقيقة، ما عم نتجنى حدا، في عملية تعطيل من قبل حزب الله لأعمال الدولة من خلال أنه صار قطب كبير، جذب قوى محلية تقليدية موجودة في لبنان لطرفه، وبالتالي أصبح كتلة كبيرة لا يمكن أن يمرر أي قرار إلا بإذنه ووفق إرادته ورغباته تماما، وألا يتم التعطيل. هلا التعطيل يمكن يأثر على الناس، يأثر على كثير من القوى الموجودة، ولكن لا يؤثر على حزب الله، لأن هو ببساطة وبصراحة وباعتراف أمينه العام حسن نصر الله هو ولاية إيرانية داخل لبنان. يعني ما في حكومة، هو عنده قياداته وزعاماته وطريقة حكمه الخاصة وعنده مناطقه. ما في رزق، هو بيأمن رزق، ما في نفط، هو بيأمن نفط، ما في مصاري، هو بيعطي قروض للناس. هو يعني مستقل بشكل كامل، ولا يعني يؤثر عليه أي من الظروف الخارجية ضمن الحدود اللبنانية. يعني هو لا، وحتى بياخذ هو قراراته، شفنا شلون تدخل بسوريا ويتدخل في اليمن. يعني هو شيء مستقل، هو كيان، خليني أقول ما راح أطلق عليه بناس بيقولوا دولة داخل دولة، الحقيقة لا يشبه الدولة، هو عصابة أو كيان داخل الدولة الضعيفة الهشة أساسا في لبنان. واليوم يعني أصبح وجود الدولة جدا ضعيف وواهي بمقارنة مع وجود حزب الله ومن استقطبه من القوى المحلية الموجودة فيها. كلنا بنعرف انفجار، طبعا هو بيتدخل بالشاردة والواردة، هو يحاصص ويعني يفرض إرادته في كل شيء تقريبا بلبنان. شفنا كيف تعطلت الحكومة لأشهر طويلة، وراحت أول حكومة وأجت أول تاني حكومة وإلى آخرية، السيرة اللي نعرفها كلياتنا. في موضوع انفجار بيروت، مرفق بيروت اللي صار بآب الماضي، وهذا الحدث الكبير اللي كان لابد من ملاحقة ومعرفة كيف حصل ومن هو الفاعل. المهم وصل التحقيق لمحقق اسمه طارق بيطار. طارق بيطار بده يفتح كل الأبواب، بده يفتح على كل الجهات، ومنهم المقدس حزب الله، بده ينزله على الأرض ويعني يضع مسؤولية ضمن التحقيق والملاحقة. يعني إذا ثبت عليهم أي شيء، حزب الله لا يقبل طبعا بهذا الموضوع. أصدر القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف باسم وزير سابق ومسؤول في حزب الله، وهو وزير سابق ونائب حالي. طبعا هذا ما بيصير، هذا تجاوز للخطوط الحمراء، يعني مو ناقص غير بكرة يجيبوا سيرة السيد حسن نصر الله. فإذا جيش حسن نصر الله بأكثر من خطاب ضد القاضي، وطالب يعني بشكل صريح بأنه يتنحى عن موضوع التحقيق. اليوم كملوها بأنه أنصار حزب الله وأمل مع الأسف دائما، وإن كان في خلافات بيناتهم في بعض الملفات أو في كثير من الملفات، ولكن مع الأسف يتوحدوا طائفيا في النهاية. وبالإضافة لتيار المردة، أحد القوى التي استقطبها حزب الله في لبنان، بيختاروا أنه يقوموا بمسيرة، يجمعوا قدام القصر العدلي أو مقر القاضي لحتى يطالبوه بأنه يتنازل أو يتنحى عن التحقيق. وبيختاروا أنه يمروا بشوارع، يعني لازم نحكيها أنه غالبيتها من السكان المسيحيين، وفيها أنصار لقوات القوات اللبنانية. صار في طبعا شفناهم على التلفزيون مشوا يعني قطعانا قطعان مثل ما بيقولوا في هالشوارع، صار في إشكال بينهم وبين الأهالي، رشق بالأحجار، تضارب بالعصي، إلى أن وصلنا إلى أطلاق الرصاص. 5 ساعات من أطلاق الرصاص كان في عشرات القتلى والجرحى مع الأسف. هلأ مين أطلق الرصاص، مين ما أطلق، الحقيقة ما بهم. بهم أنه هذه القنبلة الكبيرة في بيروت صنع حزب الله وهي جاهزة للانفجار. عملية إشعال الفتيل، أي يعني جهاز استخبارات لأصغر
يعني ميليشيا موجودة بالمنطقة ممكن تفتعل الحادث وتطلق الرصاص على طرف لحتى الطرف الثاني يقوم ويقوم بردود أفعال. هلا راح أقول لكم أنا شغلة في النهاية، إنه أنا من مراقبتي لتطور ومسيرة حزب الله بشوف إنه التطور السلمي لحزب الله في لبنان داخليا انتهى. يعني موضوع الحياة السلمية والحياة السياسية ما عادت تناسبه، هو يجب أن ينتقل إلى التطور العسكري لحتى تنفجر الأمور، يجب أن يحدث الانفجار، لأن هذا يعني هذه البيئة تماما التي يمكن أن يسيطر فيها أكثر ويقضي على الدولة بشكل أساسي ويحول لبنان إلى بلد فاشل تتقاسمه مجموعة من الميليشيات يكون هو أكبرها وأكثرها تأثيرا وصاحب القرار فيها. مع الأسف أنا هذا اللي شايفه راح يصير بالمستقبل. هل هذا كيف بدي أثر على سوريا؟ راح يأثر بشكل سلبي للغاية، لأن لبنان رغم كل شيء هي ملاذ لكثير من السوريين، فيها مئات آلاف السوريين العايشين فيها من غير حتى اللاجئين العايشين بالأحياء وبين السكان، وأيضا تشكل يعني متنفس وحيد كانت بكل شيء، يعني ابتداء من الملاذ الآمن يعني كانت في السابق، انتهاء بأنه هي منفذ السفر الوحيد الجوي والقدوم والمغادرة للسوريين. ما بعرف إذا بيفتحوا منفذ ثاني، ما بعرف إذا فتح مطار الأردن له علاقة بهالملف، في توقعات بأنه تشتعل الأمور بلبنان، لأن هذا الموضوع الحقيقة جائز ووارد جدا، هذا ما بعرفه، ولكن أكيد هذا الموضوع راح يساهم في تعقيد المشهد السوري وتأزيم الأمور في سوريا أكثر وأكثر على السكان. مع الأسف هذا شيء يعني تسجيل سريع، ما رح نستعجل ونستشرف شو بده يصير بكرة بتطورات الأحداث، ولكن بالعموم الأمور لا شك هي رح تروح باتجاه التأزم. ماني شايف في حل سياسي ممكن يطبق في لبنان، ولا يريد القطب الأكبر اللي هو حزب الله الحل السياسي مثل ما قلنا، لذلك مع الأسف ممكن الأمور تروح لا شيء ما بنتمناه يحصل، لأن راح يكون له أكبر أثر سلبي على لبنان وعلى سوريا. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء قريب.